التاسع والعشرين من يناير من عام 1860 ولد الروائي الروسي أنطون تشيخوف في تاغانروغ في جنوب روسيا. في عام 1884 تخرج في كلية الطب ليبدأ حياته بعمله كطبيب. اشتهر تشيخوف بإبداعه في فن القصة القصيرة، كما اعتبر من رواد فن المسرح الروسي. كتب تشيخوف أول مسرحية نورس في عام 1895، كما كتب العديد من المجموعات القصصية كمجموعة حياتي والرهان، فيما كانت مسرحية بستان الكرز الشهيرة آخر ما كتبه المبدع تشيخوف. ترجمت أعماله إلى لغات عدة، كما اعتبر المعلم الأول لكتاب المسرح المعاصر لاهتمامه الشديد بنفسية شخصياته المسرحية.